اهلا بيكم معانا مره تانية. زي ما كنت بقول لكم، متابعه لواقعه او حادث الطفل ريان بالمغرب. يمكن في اختصار سريع جدا، اللي حاصل انه الولد في رحله ما سقط في هذه الحفره او في هذا البئر الى اخره. اللي حاصل انه دلوقتي او حتى اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي، هناك انباء عن قرب الوصول الى هذا الطفل الصغير. اللي حصل انه السلطات المغربية، ده مباشر بالمناسبة من هناك ومن الموقع تحديدا، السلطات المغربية الجهات المعنية المختلفة بتشتغل على محاولة الانقاذ. بالفعل تم عمل مجموعة من القياسات الى اخره لاستبيان المكان الدقيق لريان، علشان لما يحصل الحفر نقدر ننزل لنفس المستوى اللي فيه ريان، ومن ثم نقدر نعمل فتحة نقدر ناخد بيها هذا الطفل الصغير. طيب في ناس تانية بتقول هل الموضوع بهذه الصعوبة؟ أيوة بهذه الصعوبة، لأنه بطبيعة الحالة يا جماعة لما بنيجي نعمل حاجة زي كده لازم بنبقى بنفكر كويس وبنعمل كل القياسات بتاعتنا بمنتهى الدقة، عشان ما يحصلش انهيارات تؤدي إلى أنه الولد بعد الشر عليه، يعني يحصل له حاجة، يقع عليه أي شكل أشكال الصخور أو الركام أو الأتربة. ده من ناحية. من ناحية تانية كمان، إمداد الطفل خلال الخمس أيام دول بالأكسجين اللازم على سبيل المثال، شكل من أشكال مواد التغذية على سبيل المثال آخر وهكذا، وكمان عشان تقدر تفهم الطفل يقدر يستخدم الحاجة إزاي يقدر يحط الأكسجين ويتنفس منه، إن احنا بننزل له أكل. فوق كل ده مسألة التواصل المستمرة مع الطفل حتى لا يصاب بهلع على هلع. هو في النهاية محطوط في وضع صعب جدا شديد السوء، بالتأكيد الظرف ده لو في حد كبير لن يتحمله، فما بالك بطفل عمره 5 سنوات. المسألة ما هياش سهلة على الإطلاق، المسألة شديدة الصعوبة، مش بالسهولة واليسر اللي ممكن يتصورها حد. المسألة مش قصة يلا بينا نحفر حفرة وننزل حبل ولا ننزل حمالة ولا ننزل نقالة ونقول الولد اتشعبط فيها واطلع. المسألة ما هياش كده برضو. الواحد هو قاعد عمال بيقرأ، فحاولنا نعرف طبيعة التربة. طبعا التربة هناك شوية فيها هشاشة عشان برضو تبقى فاهم، وبالتالي هذه الهشاشة دي اللي مخوفة الجهات اللي مسؤولة عن إنقاذ الطفل من الحماية المدنية إلى آخره، حتى لا ينهار أو تنهار هذه الحفرة أو ينهار هذا البئر على هذا الطفل الصغير. البعض بيتساءل على إيه الضرورة وراء وجود هذا التكثيف الأمني حول الموقع ده؟ برضو ضرورة علشان ما يحصلش تزاحم، سواء إذا كان من الصحافة أو من الأهالي أو لأنه هذا التزاحم قد يؤدي كمان إلى تعطيل الجهات الخاصة بالحماية المدنية عن ان هم يقدروا ينقذوا الطفل ده من ناحية. ومن الناحية التانية برضو نتيجة الهشاشة بتاعت التربة، انت مش عارف هذا التزاحم وهذه الاوزان وهذه الاثقال على التربة ممكن تؤدي الى ايه، اهتزازات الى اخره. فبيتم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الحذر وبمنتهى الدقة. المسألة مش بالبساطة اللي الناس متصوراها. يعني انا لاحظت انه حتى انا بتكلم مع زمايلي انه في ناس كتير، يمكن انا مش مستخدمي السوشيال ميديا فبتعامل في ده عن طريق الحاجات بقى اللي زمايلي بيوروها لي وكلام من ده، فبقعد اشوف يا ترى ايه اللي مكتوب، فلقيت الناس بتقول يعني هو فين المشكله؟ طب ما ممكن الولد يطلعوه، طب ما ينزلوا له حاجه وتسحبه. زي المساله ما هياش بهذه السهوله يا جماعه. مساله انقاذه باذن الله سبحانه وتعالى حيا مسألة شديدة الدقة وشديدة الصعوبة. حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها زي ما انتم شايفين، ودي صورة مباشرة او فيديو او بث مباشر على الشاشة لحضراتكم من هناك من الموقع اللي فيه الطفل المغربي ابننا ريان، حتى هذه اللحظة هو لسه ما طلعش. الأطباء والمعنيين بهذه الأمور الطبية بيقولوا إنه حالته مستقرة، وإنه يعني إن شاء الله إن شاء الله هيقدروا يطلعوه سالما. وفادي عربية إسعاف موجودة أهو. خلي بالك إنه حتى الطواقم الطبية اللي موجودة هناك ما هياش طواقم طبية عادية، يعني طواقم الطبية اللي موجودة هناك طواقم طبية على أعلى مستوى. يعني ليه؟ لأنه لحساسية الموقف ولطبيعة إنه الفئة العمرية اللي بينتمي ليها الطفل، وجوده في هذا المكان بقاله 5 أيام، احنا بنتكلم على برد قارس بالمناسبة، فما بالك في مكان تحت ما بتوصلوش الشمس ما بتوصلوش الضوء إلى آخره.
المسألة صعبة. الإسعاف زي ما احنا شايفين العربية واضح انها قاعدة بترجع وصولا الى اقرب موقع منه، بحيث انه اول ما يتم انقاذ ريان بإذن الله سبحانه وتعالى يتم نقله فورا الى هذه العربية، وهذه العربية هتاخده بالتأكيد وهتطلع بيه على احد المراكز الصحية او المستشفيات بالتأكيد. هيركب طيارة، يعني هيطلع على العربية ومن العربية على مكان آخر فيه طائرة هتاخده وهتنقله على المستشفى أو المركز الصحي علشان برضو يتم متابعته وملاحظته صحيا لحد ما تستقر الصحة. يفضل بعد كده بالمناسبة عشان برضو تبقى فاهم، يفضل مسألة الرعاية النفسية، في حاجة هنا اسمها رعاية ما بعد الصدمة، لازم تبقى فاهم ده. يعني يا راجل انت الواحد لو كبير واتحبس في اوضه، مش هقولك في بير تحت الارض، كام ساعه ولا يوم، بيبقى قاعد مصدوم ومخضوض وما الى ذلك، فما بالك بطفل صغير عنده 5 سنين وبقاله كل هذه الايام تحت الارض مش عارف ايه اللي هيحصل له يعني. فطبعا لازم بيتم هنا بقى عمليه ايه، اعاده تهيئته مره تانية نفسيا فيما بعد الصدمه. الاهم دلوقتي انه ربنا سبحانه وتعالى يعني يقسم بانه ريان يقدر يخرج من هذه الحفرة بإذن الله بالصحة وبالعافية إن شاء الله. طبعا القصة مش بس شغلت الإعلام والصحافة والمجتمع المغربي ككل، ولكن شغلت أيضا المنطقة العربية بالكامل، بل أنها شغلت العالم. المسألة إنسانية محضة، الكل يتابع قصة الطفل الصغير ريان. احنا معانا على التليفون الأستاذ يوسف الحايك الكاتب الصحفي المغربي، أهلا بيك. أهلا بيك. إزاي الصحة أستاذ يوسف، وطمنا على يعني آخر ما تم نشره أو معرفته عن حالة ريان. هناك مجموعة من المعطيات متداولة بخصوص هذا الأمر. اتفضل يا أستاذ يوسف. خط قطع، هنحاول نرجع مرة تانية لأستاذ يوسف، وأيضا أنا أعتقد أن احنا برضو هنحاول أن احنا نتواصل مع العديد من الزملاء الصحفيين بالمغرب في محاولة مننا احنا عاوزين نعرف إيه اللي بيحصل. طبعا احنا شايفين قدامنا الصورة زي ما كنت بقول لكم، بث مباشر من الموقع اللي فيه ريان بنفسه، بس مهم عندنا أن احنا نعرف من زملائنا وأصدقائنا من الصحفيين المغاربة آخر حاجة تم الوصول ليها. يعني مهم عندنا أن احنا نعرف يعني آخر ما تم معرفته حول الحالة والوضع الصحي لريان. كذلك بالمناسبة، وهنا ده شيء مهم جدا، الأم في هذه الحالة هي بتصبح هي أكثر المتضررين نفسيا. أم عارفة أن ابنها تحت الأرض في حفرة ما في هذا المكان المظلم إلى آخره 5 أيام، فطبعا وضع أمه بالتأكيد نفسيا أكيد أكتر من سيء. مهم جدا إحنا نطمن على الوضع النفسي لهذه الأم، أيضا للأب اللي بالتأكيد هو مشغول على ابنه. في النهاية يعني مشاعر الأبوة لا تختلف كثيرا عن مشاعر الأمومة على الإطلاق، وإن كان إحنا أكيد من الناس اللي فاهمة يعني أو كلنا متفاهمين جدا مسألة إنه الأم بالتأكيد هي الأكثر انشغالا. أنا شايف كمان يمكن حركة متزايدة، يا رب يا رب يا رب يا رب يطلع ريان دلوقتي، نبقى سعداء جدا، نتشارك ساعتها كلنا الفرحة والسعادة بخروج ريان. يعني يا رب يا رب نشوف وإحنا مع بعض على الهوى إعلان عن إنقاذ حياة ريان، وإنه أعتقد في شيء ما يعني كان في حركة شديدة ومتزايدة. أنا سمع صياح وأظن صياحات سعادة يعني على ما يبدو، وفي حركة في اتجاه عربية الإسعاف. احنا بنحاول نسمع قدر الإمكان اللي بيتقال، بس في حد شايل يعني هم شايلين حد، هو ريان؟ نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. احنا شايفين انه رجال الحماية المدنية والعربية بدأت تتحرك بعيدا عن الموقع. انا اعتقد انه تم انقاذ ريان من هذه البئر وبالفعل دخل الى العربية او عربية الاسعاف اللي كانت موجودة في الموقع. نتمنى انه يكون خرج بصحة جيدة
وبعافية، اللهم أمين. أيوة احنا شايفين قدامنا دي احنا بنعيد لكم المشهد ده، خروج ريان من الحفرة بحمد الله. حمد الله على سلامته، ألف ألف حمد الله على السلامة، ألف ألف حمد الله على السلامة. وشنا حلو اهو الحمد لله والشكر لله، ربنا يا رب يديله الصحة، يتمم صحته ويتمم شفاه، اللهم أمين. دخل إلى عربية الإسعاف، وأظن العربية هتبدأ تتحرك. إحنا معانا الصحفي المغربي الزميل أستاذ إسماعيل بيعقوبي من طنجة، أهلا بيك يا أستاذ إسماعيل، ونقدر نقول ألف مبروك وألف حمد لله على سلامة ريان. نعم سيدي، نعم مرحبا. في هذه اللحظات سيدي وأنا بدني قشعير بخروج طفل ريان، ربما سأجهز لك بالبكاء هنا للحظات، ولكن هذه لحظة تاريخية. الطفل ريان يخرج ويتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات. نعم صراحة أعجز عن الكلام في هذه اللحظة التاريخية، هي لحظة وقف لها الزمن بهذه المنطقة وتوقف عنها عندها عفوا. أدرني زميلي أن الكلمات يعني تخونني، توقف عندها الزمن في هذه المنطقة. طبعا تم إخراج طفل ريان بعد 5 أيام من الحفر، بعد 5 أيام من الترقب. هذا إن دل فإنما يدل على أن القضايا الإنسانية هي قضايا يتفاعل معها كل بغض النظر عن الخلافات والنزاعات الجانبية الضيقة. طبعا تم طبيعة الحال إخراج ريان للتو بعد عملية حفر دامت 5 أيام، عملية حفر جندت لها الدولة المغربية كل وسائلها اللوجستية وكل مواردها البشرية. صحيح. يتم نقل ريان حاليا بواسطة سيارات إسعاف مجهزة إلى وجهته بطبيعة الحالية مستشفى، أقرب مستشفى إلى المنطقة، مستشفى يكون بطبيعة الحال مجهز كذلك لمراقبة وضعية ريان الصحية، لكن نتمنى أن يكون عند أو على قيد الحياة زميلي. نعم تفضل. أتمنى زميلي فبدني يقشعر، وهي لحظة صراحة تفاعلت معها وتأثرت لها كثيرا. نعم زميلي صحيح سيد إسماعيل زميلي العزيز، يعني توقف الزمن للحظات ونحن نتابع خروج ريان من هذه الحفرة. في النهاية تنتصر الإنسانية أمام جميع الخلافات كما ذكرت، العالم كله كان يقف متابعا بصرف النظر عن أي خلاف حتى عن العدوات، ينتظر خروج ريان بالصحة وبالسلامة. نتمنى أن يكون خرج سليما معافى من هذه البئر، وأنه يتمم الله شفاه ومعافاته ويعود إلى أسرته مرة تانية في أتم صحة وفي عافية. لكن صديقي وزميلي العزيز إسماعيل أبو يعقوبي، ترى ما الذي يعني جعل أن عملية الإنقاذ شديدة الدقة استغرقت 5 أيام؟ ناس كتير تتساءل 5 أيام لإنقاذ الطفل، ما هي المعوقات؟ الدولة المغربية بالكامل كانت مستنفرة لإنقاذه. نعم زميلي، الكل الذي كان حاضر بالمنطقة أدرك جيدا صعوبة المأمورية. لا يمكن الحديث عن يعني سهولة عملية الحفر نظرا للتعقيدات على مستوى البنية التضاريسية وطبيعة التربة الهشة التي تتميز بها المنطقة، وهذا ما جعل السلطات وفرق الحفر تتأنى ويعني تكون حذرة بشكل كبير جدا، خاصة أن العملية شهدت انهيارات جزئية أجلت مأمورية الحفر لساعات، وهذا جعل بطبيعة الحال الفرق الخاصة أو التي كانت تشرف على عملية الحفر تتأنى ويعني تكون حذرة بشكل شديد جدا، والكل يشهد لهذه الفرق التي كانت مشرفة على عملية الحفر بمهنية والدقة العالية. الدولة سخرت كل وسائلها اللوجستية لإكمال وإتمام عملية الحفر بطريقة سليمة ودون حدوث انهيارات ربما كانت تؤدي إلى سيناريوهات لا تحمد عقباها. حاليا تم نقل طفل ريان على متن سيارة إسعاف خاصة مجهزة بأحدث التقنيات، إلى ربما سيتم يعني نقله كذلك على متن مروحية إلى أقرب مستشفى بالمنطقة. 3 احتمالات أو 3 مستشفيات ترتقب أن يتم أخذ ريان إليهم، يا إما سيتم أخذه إلى مستشفى
ثانية الرمل بمدينة تطوان وهي أقرب المدن إلى مستشفى الشاون، وهو مستشفى مجهز بأحدث التقنيات، أو سيتم نقله كذلك إلى مستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، أو سيتم بطبيعة الحال نقله إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط. كل ما نتمناه زميلي أن يكون ريان على قيد الحياة، ونتمنى أن ينتهي هذا السيناريو بشكل سعيد. السيناريو أوقف قلوب جميع المغاربة ومعهم الأمة العربية الشقيقة، خاصة الأشقاء في دولة مصر العزيزة. نعم تفضل زميلي. يعني خليني أن أنا أشارككم وأبلغك أنه مشاركة الإعلام والصحافة المصرية بالكامل بأنه الكل يهتم بمسألة ريان، وكلنا الحقيقة يعني لو أنا لي الحق في أن أتحدث حتى بالنيابة عن زمالي، إن كنت متأكد أن الكل سوف يتحدث بالنيابة عن الجميع، فإحنا بنتمنى أنه بإذن الله يقوم بتمام الصحة وبالعافية. وأظن أنه على ما يبدو لازالت ليست هناك تقارير نهائية حول حالته الصحية الحالية. نعم زميلي، لا يمكن الجزم البتة بوضعه الصحي، ننتظر إن شاء الله تقارير رسمية وننتظر التأكيد الرسمي بعد يعني أخذه إلى المستشفيات التي يعني طرحتها كاحتمالات. نتمنى إن شاء الله أن يكون وضع ريان صحي يعني على ما يرام، وأن يكون على قيد الحياة كما أشرت زميلي، لتكون نهاية كما يتمناها الكل في الأمة العربية زميلي. نعم أشكرك جدا 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 الزميل مرحبا. إسماعيل بويعقوبي الصحفي المغربي محدثنا من طنجة. زي ما قال أستاذ إسماعيل أنه في النهاية لازالت هناك يعني لازال لم تصدر حتى هذه اللحظة أي تقارير طبية حول الحالة الصحية الحالية، بمعنى كلمة الحالية أي الآن بوضع بشكل دقيق حول وضع ريان الصحي. نتمنى لي أنه يكون بصحة جيدة بإذن الله، وأنه يتم استشفاءه بشكل كامل بإذن الله في المستشفى اللي هيتم نقله إليه بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ولا زالت أمامكم صورة من الموقع يعني منذ قليل من الموقع الذي كان فيه ريان. ريان الآن داخل سيارة الإسعاف، واللي تحركت بالفعل في اتجاه أحد المراكز الصحية أو في اتجاه أحد المطارات القريبة من المنطقة لنقله عبر أيضا طائرة طبية مجهزة على أعلى مستوى لأحد المستشفيات المغربية. بإذن الله سبحانه وتعالى يصل إليها صحيحا سليما معافى، ويتم استشفاؤه هناك بإذن الله على أفضل الأحوال، ويعود مرة أخرى إلى أسرته في أفضل حال بإذن ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الأمور تنتصر دائما القيمة الإنسانية، وفي هذه الأمور تتجلى أمامك أهمية النفس البشرية وحرص الجميع عليها. لا أحد الآن يتحدث من مغربي من مصري من ليبي من جزائري من موريتاني من سعودي من إماراتي من أمريكي من ألماني، الكل في النهاية بشر، والنفس الإنسانية مكرمة من رب العزة الخالق العظيم، فالكل يحافظ عليها. ونحن بالتأكيد في انتظار آخر الأنباء بإذن الله، نتمنى أنها تكون أنباء جيدة، ونتمنى أن يكون خرج حي، نتمنى أن يكون خرج سليم، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعطيه العمر والصحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يعود إلى أهله سليما معافى. على كل سوف نستمر دائما في متابعة الوضع الصحي للطفل ريان. احنا معانا ايضا على التليفون الكاتب الصحفي المغربي سيد يوسف الحايك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني احنا اولا نقول الحمد لله والشكر لله على انقاذ ريان، لكن دائما نتساءل ونقول يا ترى هل ترى هل هناك اي معلومات حول وضعه الصحي الحالي؟ حقيقة من الصعب جدا الحديث عن الوضع الصحي للطفل ريان في هذه الأثناء، بالنظر إلى غياب تشخيص دقيق طبي طبعا والإعلان عنه من طرف
السلطات المعنية. بالتأكيد أن هذه المسألة سترشح عنها معلومات في القادم من الدقائق أو ربما الساعات، إذا كان هناك تصريح رسمي أو بلاغ رسمي بهذا الخصوص. كل الحديث الآن يدور عن إخراج الطفل ريان. حاليا ليس هناك، يعني حتى نكون دقيقين أكثر، ليس هناك إعلان رسمي من طرف السلطات المغربية والتي اعتادت أن تقدم تصريحات وإفادات صحفية بخصوص الحالة، يعني العملية، عملية إنقاذ الطفل ريان، والتي دأب عليها عبد الهادي السمراني رئيس خلية إنقاذ الطفل ريان من خلال تقديمه لمجموعة من التصريحات بشكل دوري. كل ما يمكن الحديث عنه الآن هو ما تم تداوله من طرف وسائل الإعلام بتوجه والدي الطفل ريان إلى الثقب، حيث كان عالقا هناك عبر سيارة إسعاف. هذه الأمور المرتبطة، أعود إليها، المرتبطة بالحالة الصحية للطفل ريان، أقول بأنه لا يمكن الجزم بها وبطبيعتها، خاصة لعدم وصوله حتى الآن إلى أي مستشفى، ونحن ننتظر إقلاع الطائرة التي أو المروحية المخصصة، المروحية الطبية المخصصة لهذه العملية، التي من المنتظر أن تقلع من مكان العملية في اتجاه إحدى المستشفيات، سواء بمدينة تطوان، المستشفى الإقليمي لتطوان سيطرمل، أو ربما مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، أو ربما كذلك، وهذا سيناريو ثالث، هو نقل الطفل ريان إلى المستشفى العسكري بالرباط، كما أفادتنا به قبل ساعات مصادرنا. نعم، يعني وطبعا ده اللي هيحكمه، يعني انتقاله إلى أي مستشفى ده هتحكمه الحالة الصحية للطفل ريان بإذن الله. طيب، يعني ألم يحدث أي شكل من أشكال التواصل بوالده أو والدته للإطمئنان على الحالة؟ يعني أنا اللي لاحظته في وقت نقلنا بشكل مباشر لما يحدث هناك أن الناس كانت تهلل على ما يبدو فرحا، على ما يبدو، فده ادالي انطباع أنه ابننا ريان قد يكون خرج حيا. هذا صحيح من خلال ردود الأفعال التي تابعناها في محيط عملية ومكان تنفيذ عملية إنقاذ الطفل ريان، لكن أنا الآن أتابع مجموعة من وسائل الإعلام المغربية ومنها وسائل إعلام رسمية، لحد الساعة ليس هناك أي تأكيد حول هذا الأمر، وأعتقد أنه من المطلوب التروي طبعاً في مثل هذه الأوقات الدقيقة والحساسة، من أجل ألا نعطي معطيات أو معلومات غير دقيقة. صحيح. بما يكفي. صحيح، نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يكون خرج حيا، ونتمنى بإذن الله أنه يصل أيضا إلى المستشفى في صحة جيدة، نتمنى ليه تمام الصحة والشفاء والعافية. تحياتنا ليكم من القاهرة، الزميل الكاتب الصحفي يوسف الحايك، شكرا جدا على هذه المداخلة، وأيضا شكرا على هذا التنويه، يجب تناول الموضوع بمنتهى الدقة، وأنه أي تصريحات أو أي ما ينشر يجب أن يكون شديد الدقة ويحصل بتروي، وعدم الجري وراء أن احنا نكتب أي منشتات أو نطلق أي عناوين. ربنا يا رب يكتب له الصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى.